يتقدم علينا بعد الآن، فنحن الثراء والثروة وأحسابنا أحسابهم، فلما يتشوفون علينا؟ لألوين رأس قريش، ومن يعش يرى يا أبناء العم. بوركت يا ابن العم، بوركت. أنت مساء. تفضل يا براوني. إذن غدا نرحل إلى الشام. عادك رب البيت سالما يا أبا طالب. بورك فيك يا فاطمة، بورك فيك. أنام الأولاد؟ نعم، ناموا كلهم عدا محمد. يا حبيبي يا محمد، لا ينام إلا بقربي. قولي له إن عمك أيضا لا يلذ له النوم إلا إن كنت قربه. كم تحبه يا أبا طالب؟ والله يا فاطمة لا أدري إن كان حبي هو أكبر أم عطفي وشفقتي عليه. مذ عرف أنك سترحل غدا إلى الشام، ما جفت الدموع في عيني. احدبي عليه يا فاطمة، اليتم يجرح فؤاده. إنه والله لفتى مبارك، إنه مبارك بني هاشم، ألا تجعليه يبتعد عن عينيك؟ والله يا ابن عمي ليس بأحد من أولادي أحب إلى قلبي من محمد. أعرف يا فاطمة أعرف، ولكنه اليتم يا ابنة العم. لقد كبر أولادي واشتد عودهم، وأمي ما تزال على قيد الحياة، واليتم يأخذ في قلبي ما أخذه بعد وفاة أبي عبد المطلب، فكيف بابن أخي محمد؟ كيف؟ يا حارث. ماذا يا ابن عمي؟ أنت الذي ستخرج بتجارة بني هاشم إلى بلاد الشام؟ لا، بل أخي أبو طالب. أبو طالب؟ ولكن أبو لهب هو الذي كان سيخرج منكم. الأمر فينا لأبي طالب. وهل أجمعتم أمركم؟ ولا نخرج عنه أبدا. أماه، أماه، السلام لك يا أماه. أزمعت الرحلة يا ولدي. أجل يا أماه، وقد جئت لكي أودعك. ليكن رب الكعبة معك، وفقك الله يا ولدي في مسيرك، في رواحك وإيابك، وبارك لك في تجارتك. أنت يا ولدي سيد قومك وتحتاج إلى المال، فالمال سؤدد. عسى أن تكون هذه الرحلة خيرا يا أمه. ومحمد ماذا فعل؟ إنه مع أولادي وزوجتي فاطمة ترعاه، كما أن حضنته بركة لا تتركه أبدا كما تعلمين. أرسله إلي يا بني فيكون في حجري فيذكرني بأبي. ويح نفسي على أبي، وأحضنه ريثما تعود من الشام. كما تشائين يا أمه، سأكلم فاطمة أن ترسله مع بركة حتى عودتي. بورك فيك يا بني، وأنت تحدب على ابن أخيك كبني وتقدمه، فلا تجعله يشعر بمرارة اليتم وحسرة الفقر. تالله يا أمه إني لا أطيق فراقه، إن هذا الغلام يدهشني. لما يا بني؟ لم يتعد 13 بعد، وله عقل الرجال وهمة السادة، لا يتكلم إلا حقا، ولا يلهو كما يلهو الغلمان، أو يعبث كما يعبث الصبيان. صلب العود قوي الجنان، لا يهاب أحدا ولا يتكبر على أحد. كما أنه في صغره يا أمي، في صغره يضع الكلمة مواضعها، ولا يأتي فاحشة لا في لغو ولا في سلوك. والأغرب من هذا أنه يحب العزلة، يحب أن يذهب بقطيعه إلى جبال مكة وحيدا. ولكنني لاحظت أنه لا يهتم لأمر الأصنام في الكعبة، لا يحترمها ولا يبجلها كما يفعل فتية قريش. وهل كلمته في ذلك يا بني؟
كلمته يا أمي، كلمته، فما وقفت له على خبر في هذا الأمر، لكنني عرفت أنه لا يرغب في أصنام الكعبة، لا يسجد لهبل أو العزة. أثناء طوافه شيء غريب يهمه، ولكنه مع ذلك فهو صافي القلب، صادق الكلمة، يحترم الكبير ويحدب على الصغير، إنه وفي أمين. بلى يا بني، إنه الأمين، وكان أبوه أمينا، وقريش تقول إنه صبي أمين. إنه من بني هاشم يا أمه، وما قصرت مخزون. أنتم ذروة السلام يا ولدي، لا أحد يرد ذلك عليكم. بوركت يا أمه. لا تنس ما وصيتك به يا عماه. سأفعل يا عبد العزة، سأفعل، بحفظ هبل ورعايته. أنا أوان الرحيل، فقد تأخر أبو طالب. إنه قادم يا حرب. يا معشر قريش، هذه قافلة الصيف إلى الشام، وهي تحمل حرير الهند وبخور اليمن ولبانة والعاج وصبرس قطرة والتوابل والبرود. يا معشر قريش، سنعود في نهاية الرحلة نحمل لكم من الشام البر والزجاج والنسيج الشامي وخمور الأندرين وأدرعات. أما تأتون معكم بجوار من بنات الأصفر، الشقر الشعور، البيض النحور، الطوال، ذوات الجمال؟ ما تزال على عادتك يا حاسي الذهب. تاجرت بكل شيء، بكل شيء، فما فاض مالي حتى تاجرت بالجواري والإماء، ذوات الرايات ملأن خزائني. يا ابن جدعان، إنك لكريم ثري، لكننا بني هاشم لا نقر التجارة بأجساد الإماء وأبنائهن. ولكن قريش لا تنكره، فكم فتى خرج من تحت أمة وكان نجيبا. أبعدنا الله عن الهجائن. يا أبا طالب، إنه يبكي بحرقة على فراقك. كيف يا سيدة بني هاشم؟ لا أدري ماذا أفعل لمحمد. أقول له عمك سيذهب إلى الشام ويعود محملا بألطاف الشام، وسيأتيك بما تقر له عيناك، فيقول لا تقر عيني إلا وعمي قريب مني، انظر إليه إنه صب بك يا أبا طالب. الله يا بركة، إني لحزين على فراقه، ولكنه ما يزال صغيرا على رحلة صعبة وطويلة. انظر إليه إنه يبكي بكاء يقطع الأكباد. يا نور عين عمك يا محمد، لتجف دموعك وليطمئن قلبك ولتهدأ نفسك. تالله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي، لن أفارقك أبدا. قد أزمعت الرحيل إلى الشام إذن يا ابن الحويرة. بلى يا ورقة، لي تجارة وعندي يا حلم. اسمع يا عثمان، تعرف أنني أرفض عبادة الأوثان، وأنا هنا بعيد، يمر حبر من هنا وحبر من هناك، يمر يهودي ونصراني، ولا ألتقي أحدا على دين جدنا إبراهيم. الأحناف؟ نعم، الحنيفية دين جدنا إبراهيم، ولكن أهلنا أدخلوا عليها ما ليس فيها. هكذا وجدوا أباءهم. اسمع يا عثمان، أنت صاحب سفر، فلتمس لنا علنا نجد ما نبحث عنه. سأبحث يا ورقة، سأبحث وسأعود إليك بخبر.